بسم الله الرحمن الرحيم. أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ينقل فد قصة عن سليمان. يقول فد يوم الأيام خرج سليمان من بيت المقدس ومعه 300,000 كرسي عن يميني، عن يميني 300,000 كرسي وعليها الإنس، و 300,000 كرسي عن يساره وعليه الجن، وأمر الطير فأظلتهم، الطير صار ظل إله، وأمر الريح، الرياح حملتهم، حتى ورد في مدائن، وصل في المدائن، ثم رجع في المكان ثاني بات، ثم غدا فانتهى إلى مدينة تركوان حتى كادت أقدامهم يصيبها الماء وسليمان على عمود منها. بعد كل هذا العظمة، الطير تظلهم والرياح تمشيهم، فالقاعدين منا ومنا، واحد يسأل الثاني يقول هل رأيت ملكا قط أعظم من هذا؟ ليس شفتوا أعظم من هذا الشيء أو سمعتم هذا الشيء؟ واحد يقول الثاني يقول لا ما سمعنا. فقالوا ما رأينا ولا سمعنا. فنادى ملك من ملائكة في السماء فقال ثواب تسبيحة، تسبيحة واحدة سبحان الله ثوابها أعظم مما رأيتم، هذا اللي شفتوه كله ثواب التسبيحة واحدة أعظم من كل هذا. فالعبرة من هذه القصة أنه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وبالأخص أمير المؤمنين يريد يبين لنا يا بقى ترى التسبيحة الواحدة كلش عظيمة، باليوم واحد يقعد هو يعد وقت فارغ. أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام 24 ساعة ذكرهم كان ذكر سبحان الله الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله، 24 ساعة لسانهم ما كان يوقف عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله الله سبحانه وتعالى نكون إحنا من الذاكرين لله. في أمان الله.